لماذا اندلعت الأزمة في هذا التوقيت؟ وهل مشكلة روسيا مع أوكرانيا فقط أم مع الناتو؟ ما مدى تأثير عقوبات الغرب على روسيا؟ ما البدائل المتاحة للغرب إذا توقف الغاز الروسي؟ هل سيناريو الحرب سيستنزف روسيا ويجعل أوروبا أكثر احتياجاً للدعم الأمريكي؟ الحرب الروسية الأوكرانية، السياق والمآلات، ندوة ينظمها مركز الجزيرة للدراسات بالتعاون مع الجزيرة مباشر، الأحد 27 فبراير 2022، 5:30 مساء بتوقيت مكة المكرمة، فقط على الجزيرة مباشر ومنصات المركز والقناة.